الله الرحمن الرحيم. اللؤلؤ والمرجان، واللقاء 29، خفض الجناح. دعي نبينا صلى الله عليه وسلم إلى خفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين. خفض الجناح جاء في القرآن الكريم مرتين. مرة دعي حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم من قبل ربه أن يخفض جناحه لمن اتبعه. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. مع الآباء دين، مع الأمهات دين، مع الآباء والأمهات كل ما تفعله دين. ما تريد أن تراه في مستقبلك افعله الآن، افعله الآن. بر آباءكم تبركم أبناءكم. يا رب أكرم والدي فهما ذوى عطف علي، كم وكم أملا بنيا علي، كم وكم سهر الليالي، كم وكم أملا بنيا علي، فلا تخيب ربي رجائي ورجاهما يا رب فيا.